دلوقتي هنتابع مع حضراتكم جولة في المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي منها تدشين أولى الأمسيات الرمضانية ضمن حياة كريمة في الغربية، وإجراء 3884 عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار في المنيا، وأخبار تانية من الشرقية والأليوبية وكمان من العريش. أخبار كتير حصلت امبارح في المحافظات. البداية من الغربية اللي تم فيها تدشين أولى فعاليات الأمسيات الرمضانية بمركز زفتة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لقصور الثقافة. بتشتمل الأمسيات على فقرات فنية وترفيهية إلى جانب مسرح العرائس والفنون الشعبية والإنشاد. في الشرقية أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 5 موزعات جهد متوسط بمراكز ومدن الزقازيق، أبو حماد، فقوس، كفر صقر، وصان الحجر، وقال أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء هتساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وحل مشاكل القرى والمناطق اللي بتعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. في الأليوبية تم البدء في إنشاء المرحلة دال بمشروع ممشى النيل ببنها بطول 1200 متر. ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الأليوبية بأن يتم مراعاة الجانب الجمالي والحضاري في تصميمات الممشى واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة، مع ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة. امبارح استقبل مستشفى العريش العام دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وده لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع ما بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة. في المنيا أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء 3884 عملية مجانية في مختلف التخصصات في الفترة من الأول من يناير ولحد نهاية مارس اللي فات في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.